صباح الهنا مرة كمان. ودلوقتي خلونا نروح سريعا نروح لسكايب الصحافة مع الأستاذ خالد الإتربي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق. يا خالد بونجور عليك وليك وحشة كبيرة. صباح الفل وكل سنة وأنت طيب يا رب. صباح الفل يا نهواند، كل سنة وأنتم طيبة، وبصبح عليك وبصبح على كريم، وطبعا انتوا وحشتوني جدا، وإن شاء الله قريبا نكون مع بعض يا ريت. تنورنا. يا ريت يا خالد والله. ايامنا القديمه الحلوه. ان شاء الله لازم طبعا. بص بقى نبدا معاك النهارده، معانا طبعا اخبار ومانشيتات في غايه الاهميه. نبدا من بوابه الاهرام والحديث او المانشيت كده. الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء بيصنف الركراكي كثالث افضل مدرب في العالم لسنه 2022. اولا انت مع ام ضد هذا القرار او هذا الاعلان؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، بتشوف برضو هنا الركراكي يعني هو بعد الانجاز اللي عمله طبعا مع المغرب في كاس العالم جاله عروض كتيره جدا، لكن هو كان دايما بيصرح ان هو متمسك بتدريب المغرب ومنتخب المغرب والبقاء معاهم، فهل بتشوف ده برضو كقرار صح من قبل الركراكي ام لا؟ وهل ممكن ان هو يحقق الحلم برضو مع المغرب في فكره هنا لقب امم افريقيا القادم؟ اتفضل يا خالد. طبعا الكراكي عمل انجاز تاريخي ما حدش سواه قبل كده، فيه انه عمل مفاجاه كبيره جدا بالوصول بالمنتخب المغربي بالانجاز ده، فطبعا هو يستاهل ويستاهل انه يكون في المكانه دي. ما حدش كان متوقع، كله كان متوقع ان المغرب هيكون مشواره الى حد ما هيكون كويس، هيقف عند نقطه معينه زي ما كل افريقيا، منتخبات افريقيا كانت بتقدم مباريات كويسه بس كانت بتقف عند نقطة معينة، النقطة دي ما كانتش بتوصلها منتخبات افريقيا قبل كده بسبب العقلية، بسبب التفكير، بسبب انك ما تصدقش الحلم اللي انت فيه، ما تصدقش انك قادر، ما تصدقش انك قادر، دي بتاعت المدير الفني. فالمدير الفني نجح انه يوصل لعيبته انه قادر، لا ده انت قادر كمان. جمهور المغرب كان وصل بيه لمرحلة انه كان زعلان انه ما وصلش لنهائي المونديال. صح. فانك كمدير فني تقدر تقنع جمهورك قبل ما تقنع لعيبتك انك من الممكن انك توصل لنهائي الفاينل، فكده بتقول انك مدير فني قادر انك تحقق انجازات، وان اللي حققته ما كانش بالصدفه، خاصه كمان انه قدر يعمل ده قبل المونديال بفتره بسيطه جدا، مش هو اللي صعد المنتخب بالمونديال، انما قدر انه يعمل توليفه تصنع الانجاز اللي عملته المغرب، فبالتاكيد يستحق الركراكي اللي وصل له، واتوقع انه يوصل لنقطه بعيده، واتوقع كمان انه يكون المرشح الاول انه يكسب بطوله كاس افريقيا. يعني عارف ان المفروض ان انا ما اقولش كده، المفروض ان انا اتمنى المنتخب، طبعا انا بتمنى المنتخب المصري هو اللي يتوج ببطوله افريقيا، انما لو احنا بنتكلم على الارض وبالمنطق لا هم اقرب طبعا. بس فكرة برضو يعني رفضه للعروض اللي بتجيله ده برضو خطوة ذكية بتشوف، ولا الموضوع كان مش هنقول ضربة حظ، على الأقل ما نقول توفيق كان مع المنتخب في المونديال، وربما ما تجيش فرصة زي كده تانية، والتألق ده اللي المغرب فيه فهو ممكن يكون ضيع عليه فرص أخرى ربما تكون جيدة بمبالغ مالية كمان أفضل، القرار ده بتشوفه إزاي؟ أنا بشوف إن أي قرار أي حد بياخده، خاصة المدير الفني، بيكون هو اضرب كل الجوانب المحيطه بيه، يعني احنا قد ننظر للامر من بره انما الامور الداخليه هو ادرى بيها، هو عارف الخطه بتاعته اللي هو حاططها، هو مستهدف منها ايه؟ هو ايه الاليات بتاعته اللي يقدر يحققها؟ عنده اتحاد يقدر يحقق له اللي هو عايزه ولا لا؟ وبالتالي الاتحاد اللي قدر انه يحقق له انه يوصل للانجاز التاريخي ده في كاس العالم قادر بالطبع انه يحقق له كل اللي هو عايزه على السبيل على الصعيد القاري، فاعتقد انه هو ادرك قراره، واعتقد ان قراره هو القرار الصح، البقاء مع المغرب. تمام. طب طيب خليني اروح معاك ليلا كوره برضو، وبنتكلم هنا يعني المانشيت بيقول داد اوكسفورد النني بيسجل في تاهل ارسنال لدور ال 32 بكاس الاتحاد الانجليزي. طيب انا سؤالي هنا، هل بنتكلم ان ارسنال هنا بيعيش افضل ايامه حاليا بعد فكره برضو التربع على القمه يا خالد؟ يعني بتشوف ده ازاي او النقطه دي تحديدا، فكره هنا برضو توقعاتك للمباراه القادمه مع مانشستر سيتي؟ ارتيتا قدر انه نفس الفكره اللي احنا كنا بنتكلم فيها على ركراكي هنتكلم فيها على ارتيتا. ارتيتا اخذ فريق وبدا يصنعه وبدا يصدق هو واللعيبه والجمهور ان انت من الممكن انك تقدر تعيد امجاد الفريق ده.
بدأ خلال الفترة اللي فاتت انه يبني، وانه والإدارة بتاعته ساعدته ان هي ما استعجلتش عليه في النتائج. كان بيخسر بعض المباريات، كان بيخسر بطولات، انما هم كانوا عارفين انه ده راجل واعد، عنده عنده فكر، عنده مشروع بيفكر فيه، بيجهز له. بدأ دلوقتي أرسنال يجني او مستني انه يجني ثمار الصبر على أرتيتا، الصبر على بناء الفريق. وبالتالي انا شايف انه قادر انه يحقق الدوري السنه دي. المنافسه هتبقى شرسه مع مانشستر سيتي، انما هو قادر انه يحقق بطولات الموسم ده، وقادر انه يكون، انا شايفه ان هو المرشح الاول لللقب في الدوري الانجليزي. ولا انا شايف ان هو قدر كمان انه يصنع جيل من الشباب ويستعين بيه في البطولات وضغط المباريات، فاتوقع انه هيكون منافس شرس، او هو يكون المرشح الابرز للدوري السنه دي. طيب نروح لكورة بقى معاك كريم. يلا كورة، وعنوانها الرئيسي بيقول بنزيما وليفاندوفسكي، وبعد ثلاث نقط موجودين في المانشات، معركة الزعامة تتجدد في السعودية. فيا ترى مبدئيا كده يعني توقعاتك ايه؟ مين اللي هيحقق لقب كاس السوبر الاسباني؟ يعني خصوصا لو خدنا في الاعتبار كمان ان لسه في عندنا نصف نهائي ريال امام فالنسيا، وبرشلونة قدام ريال برضو. يعني هل الصورة ممكن تكون اتضحت من دلوقتي، ولا صعب نحكم وصعب نتوقع مين اللي هيصل الى اللقب في النهاية؟ هو دايما مبارياتك، انا بصبح عليك الاول يا كريم. صباح الفل، وحشني. ربنا يخليك خلود، اهلا بيك دايما. اتفضل. فلا دايما مباريات الكلاسيكو ما تخضعش المعايير، يعني ما تقدرش تقول ان الريال فايق اليومين دول فهو اللي هيكسب، او برشلونه متاخر لا هو اللي هيخسر. لا، الكلاسيكو دايما ظروفه مختلفه، دايما ظروف مختلفه، حاله الفريقين قبل الماتش بتتحكم في نتيجه المباراه، الغيابات بتتحكم في نتيجه المباراه. انما بما ان انا بحب ريال مدريد فاتمنى بالتاكيد ان ريال مدريد هو اللي يكسب، انما على ارض الواقع يعني ما اقدرش اتوقع مين يقدر يكسب المباراه او يتاهل منكم. طيب نختم بقى معاك بالمانشيت الرئيسي في جريده الشروق، وبيقول المانشيت رونالدو يستعد لملاقات ميسي في الرياض. طبعا احنا بنتكلم على لقاء ودي هيجمع ما بين النصر والهلال كفريق مشترك امام باريس سان جيرمان. توقعاتك ايه للمباراه دي، وخصوصا ان احنا بقالنا يومين ثلاثه الدنيا كلها بتتكلم عن هذا اللقاء المرتقب بين ميسي ورونالدو؟ كان في ناس مش متخيله ان ممكن الاقدار تجمع ما بينهم مره ثانيه بعد كاس العالم الاخير. فانت شايف الماتش ده الى اي درجه هيكون مفيد مبدئيا للدوري السعودي، وبشكل عام الى اي درجه هيكون يعني محطه انظار العالم كله؟ انا عايز اضيف برضو قبل ما تجاوب يا خالد على النقطه بتاعت كريم هنا على السؤال، لان المفروض حسب المعلومات ان كريستيانو يبدا اللعب من يوم 22، فهل لو احنا اتكلمنا ان المباراه هي يوم 19 يناير، هل ممكن فعلا كريستيانو يبقى متواجد يعني قبلها بثلاث ايام؟ هو ماتش ودي يعني ما بيخضعش للحاجات دي، للوائح بتاعه الايقاف او كده. انما طبعا هو لقاء هيكون لقاء مرتقب ومنتظر من زمان، ما شفناش كريستيانو في مواجهه ميسي. هو هياخد الطابع الودي، يعني هو طابع ودي، انما اعتقد وجود الاثنين في الملعب كل واحد فيهم عايز يقدم افضل ما عنده. بصراحه هم نجحوا طبعا بخطوه رونالدو وبعدها خطوه المباراه ديت، انها تخلي كل الناس انظار العالم كله متجه ناحيه السعوديه. وده كان نتاج تخطيط سنوات سابقه، دي حاجه مش صدفه يا كريم. لا، هم تم التخطيط ليها، الناس ما كانتش متخيله ان ده يحصل، والناس برضو ما كانتش متخيله او متخيله انه اللي هم بيفكروا فيه لسه انه هيحصل. ان هم بيفكروا زي ما جابوا رونالدو في النصر هم يجيبوا ميسي في الهلال. طبعا المواجهه صعبه والموضوع صعب، مجرد التفكير فيه انك تقدر تقنع ميسي انه يروح الهلال السعودي ويبقى ميسي في الهلال ورونالدو في النصر. احنا سمعنا كمان يا خالد رقم، يعني الديل بتاع ميسي لو راح الهلال كان مليار وحاجه سنويا، يعني رقم برضو. هو من الواضح انه مش فارق معاهم دلوقتي فكره قد ايه، قد ما فكره انك حققت ده، والمكاسب الاستثماريه والتسويقيه والاقتصاديه اللي هتعود عليهم من ان يكون ميسي ورونالدو معاهم في الدوري. دي خطوه ما كانش حد ممكن يتخيلها طبعا، انما هم تخيلوها وحلموا بيها،
وهيحققوها. والفكره كلها ما بين الاداره الحقيقيه والاداره اللي بتشتغل علشان تحقق انجازات، وانك مجرد انك لما تحلم تكون عارف انك قادر انك تحقق الحلم ده. صحيح. وبالتالي هم قدروا انه يحققوا نص القصه، اعتقد ان هم قادرين ان هم يكملوا الموضوع كله، يبقى ميسي ورونالدو في الدوري السعودي مش مستبعد. على ذكر وجود رونالدو، ان ده يحصل مع ميسي، على ذكر وجود رونالدو في الدوري السعودي، احنا عايزينك تحسب لنا جدل كده كان اثير قبل كده اكتر من مره، ويمكن اخرهم امبارح كنا انا ونهواندو، كانت معانا الزميله العزيزه منى عمر الناقده الرياضيه، وكنا بنتكلم على فكره ان يا ترى هل انتقال كريستيانو رونالدو في نهايات مشواره الى النصر السعودي، هل دي كانت خطوه يعني تحسب ليه؟ لان احنا قلنا بموجبها الناس اتقسمت تقريبا نصين، نص شايف ان لا مش دي النهايه المثلى اللي كان لازم ينهي بيها كريستيانو رونالدو تاريخه الحافل بالنجاحات والانجازات، وفي ناس تانية شافت العكس، ان لا بالعكس ده من الذكاء انه كان عمل كده. فكنا بنتكلم انا ونهواند امبارح مع منا في التفصيله دي، انت شخصيا شايف ايه؟ الموضوع دلوقتي لازم انا اسال وانا بجاوب على السؤال، لازم اسال نفس السؤال، هو ايه المتاح اللي كان متاح قدام رونالدو وهو بياخد القرار ده؟ لو احنا بصينا للموضوع ده من منطلق ده، هتعرف ان رونالدو اختار افضل اختيار بالنسبه له. اللي اتقال في وقت من الاوقات كان الدوري كمان الامريكي كان عايزه وكذا وكذا، هو قال من فيه. اوروبا وامريكا وكذا دوله، هو قال جميل. ما هو بس هو قال، هل ده فعلا حصل؟ ما حدش عارف يعني. لا، أو حتى لو هو حصل، يعني لو احنا بنتكلم اللي كان معروض عليه من اوروبا هي كلها انديه من الوسط. ثم اللي معروض عليه كان امريكا، واللي معروض عليه دلوقتي النصر السعودي. اذا لو احنا بنتكلم فيه، هل رونالدو كان من اللائق بيه انه يروح اي نادي من الوسط في اوروبا؟ لا، ما كانش. هل رونالدو العرض المالي اللي كان هيجيله من انديه وسط اوروبا كان هيليق برونالدو؟ لا. هل الاهتمام الاعلامي والشغف والصدمه اللي اتعملت واللي عملها رونالدو دي كانت تحقق؟ لا، تتحقق لو عملوا في الدوري اي نادي في اوروبا انديه الوسط برضه؟ لا. اذا كده يبقى يستبعد الخيار الاوروبي، اصبح عندنا خيار امريكا. مين من النجوم اللي راح امريكا وكان علم قوي وانتقاله علم؟ بيكام راح، ديفيد بيكام راح، ما كانش له يعني ما كانش ليه اثر كبير جدا عند الجمهور، عند الاعلام، عند الاهتمام ده، او الاهتمام ده ما كانش فيه اهتمام وفلوس وكل شيء قد اللي كان هيديهوله النصر السعودي. هو اختار افضل اختيار متاح ليه، لانه لو ما كانش اختار الاختيار ده كان الحل الثاني اللي قدامه هو الاعتزال، وبالتالي انك تخسر كل الفلوس دي. وعلى فكره الدوري السعودي هو دوري تنافسي قوي بالمناسبه، طبعا طبعا. ويقدر منه رونالدو انه يستمر في الملاعب اطول فتره ممكنه بالنسبه له لو هو فكر الامور في الامور بشكل احترافي. فاعتقد انه كمان من الممكن انه يفضل مكمل على الصعيد الدولي من خلال التنافسيه اللي موجوده في الدوري السعودي. الدوري السعودي دوري مش ضعيف، دوري فيه تنافسيه، دوري قوي، دوري يقدر يخليه رجليه في الملعب ويقدر يخليه موجود في المنتخب. وبالتالي اعتقد ان اختيار رونالدو وان كان صادم للبعض، هو اختيار بالنسبه له اختيار صحيح، قدر يحقق منه معادلة صعبة ما كانتش هتحقق من كل العروض اللي متاحة بالنسبة له. تمام، بس هو مش هيجيب له برضه بأي ألقاب دولية، مش هيضيف لمسيرته أي حاجة. فالبعض يا خالد، لو برضه أقول لك يعني النقطة دي، البعض كان بيشوف إن تواز تايم زي ما بتقال إن هو يعتزل ويبتدي مثلا سكة أو بداية مشوار التدريب، ربما البعض رأى إن هي أفضل ليه كنهاية تكون لائقة للمشوار بتاعه أو طريق أكتر للمشوار بتاعه وتاريخه، يعني برضه دي وجهة نظر كانت مطروحة. رونالدو خرج من مانشستر مطرود يا أستاذة. هو أنا معاك في دي الصراحة. فهو إيه حد يعني كبير. لو إحنا بنتكلم على الشكل، طب هو ينهي، هل ينهي حياته وهو مطرود من أحد الأندية الكبيرة؟ صح. فهو دلوقتي قرر إنه يستمر، وقرر إنه ياخد حتى أيا كان البيزنس اللي هيعمله، مش هيجي زي الفلوس اللي هياخدها في العقد اللي خده من النصر، خاصة إن الموضوع مش متوقف على انه هيلعب بس، ده هو سفير الملف السعودي والمشترك ان شاء الله مع مصر واليونان لاستضافه كاس العالم، وبالتالي هو ارتباط بمشروع كبير. هو مشروع دوله، هو مشروع دوله زي ما بيتقال طبعا، مش مشروع نادي. جزء منه انه يلعب في مصر السعودي. طيب، على كل حال قراءه اكثر من رائعه كالعاده يعني خالد، بجد نشكرك جدا جدا، وتنورنا قريب باذن الله، هننتظرك.
ان شاء الله باذن الله. ده شرف ليا. شكرا ليك جدا زميلنا العزيز خالد الاتريبي.